عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا الآن في أحلى أجواء الطائف، هذا أيام خلاص الوردية، يعني قربت الوردية وخلاص أجواء ربيعية، بدأ يخف البرد. واليوم في زيارة لأحد البشك القديمة في مدينة الطائف، في الطائف المأنوس في منطقة قروة، وقلبي في ده قروة. طبعا الطائف من زمان يشتهر بالبشك والجلسات والناس يجتمعوا فيها وعشوات وهذا، وهذا اليوم في أحد أقدم البشك في الطائف. من يوم داخل سور الطائف كانت في حارة أسفل، ومعنا اليوم عازمنا على سمك، أكل السمك الأستاذ عبد الإله. حياكم الله يا مرحب. اليوم عشان إيش؟ سمك إن شاء الله. سمك. البشكة هذه متى تاريخها؟ والله تاريخها أشكال من 50 سنة هذه. فين كنت أول موقع؟ كان أول في حارة أسفل، في قريب من شارع الملك سعود. قريب من شارع الملك سعود. جهة القهاوي. من جهة القهاوي. خلف القهاوي. بيت مين كان؟ بيت مين كان؟ بيت اليماني. بيت اليماني. كنتوا باخذين دور فيه؟ باخذين البيت شعبي. شعبي. بيت شعبي. مين كانوا وقتها؟ مين كانوا؟ والله كثير اللي كانوا فيها، فيها عيال غازي الجودي، الأستاذ محمد، الأستاذ أحمد، والأستاذ عبد العزيز لولو، وعبد العزيز بن سعد، ومعتوق حدادي، وحسن شربي، وكثير، وعبد الله رشود، وعالم يمكن فوق 20-30 نفر. وعبد الله بن محفوظ، الأستاذ عبد الله بن محفوظ، وعيال الشافعي، وجمال كمال، ومن كمان كثير. انا ما يعني هذول اللي قبلي. محمد كان معاكم؟ محمد عبد الله. محمد عبد الله لا، في البشكة اللي غيره، اللي بعدها. بعدها. بعد عبد الله يسلم. ايوه. وبعدين قعدتوا فيها؟ بعدها جلسوا فيها فتره طويله، بعدين نقلوا جنب بيت الشافعي برحة القزاز، هناك جهه البرحه حقتهم. ايوه. ايوه. بيت من بيوت الحداديه. ايوه. وقعدوا فيها فتره طويله، حوالي 7 سنوات من السنوات. ايوه. بعدين نقلنا في باب الريع، في بيت غلام، في بيت غلام جنب بيت ما سمح، قدام بيت سنجر، قدام بيت سنجر. اي اي. وبعدها جلسنا فيها حوالي 15 سنه، ودحين جينا لنا 15 سنه هنا. ما شاء الله تبارك الله. طبعا البشكه ايش يعني، ايش الهدف منها البشكه هذه؟ هذا تجمع يعني يا اخوي. اي. مداورة الحديث والاخبار. إيه. ولعب البلوت، ويعني واكلات، واكلات شعبيه على مدار الأسبوع. إيش الأكلات اللي دائما في دورية عندكم أسبوعية؟ دورية الرئيسية يوم الاثنين. يوم الاثنين. وعادة كل معظمها سليق. سليق. أغلبها سليق طيب. سليق. وبعدنا يعني بعد كم أسبوع كذا نسوي أكلة يعني. إيه. رز بخاري، رز هندي. أكلة شعبية، سمك. زي كذا. المتسحر. ومعظمها يعني بالباي. بالباي. أما السليق دورية على كل واحد معظم في البشكة يسوي طيب. ايوه. وهذه طبعا البشكه دائما اللي يصرف عليها كلكم البشكه. ايوه كلها بالاشتراك، اشتراك اشتراك سنوي. ايه. وفرقه شهريه. فرقه شهريه. يعني كل الامور نظام بشك. الله يوفقكم ان شاء الله، يعطيك العافيه. وامر من عندي باباكم، وامر من عندي باباكم، وانا اسمع صوت عودكم. هنا الجلسة الصيفية. ها؟ ايه الجلسة الصيفية هنا. من الجوهر. وهنا الجلسة الشتوية. ها؟ ما شاء الله تبارك. الأستاذ عبد العزيز أكبر واحد في البشكة عضو؟ عبد العزيز بن سعد؟ تقريباً. يسأل هو لأنه هو رزق. ها الأستاذ عبد العزيز. ها حبيبي. أكبر عضو في البشكة أنت؟ والله تقريبا. 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 الله يشدك بالعافية. هو الزعيم، هو الزعيم حقنا. الله يعطيك العافية. حازم. إيه يا سيدي. الطائف بشكو، بشكو أبو حازم متميزة شوية. نعم. إيش اللي يخليها يعني كل المدن فيها بشك؟ نعم. إيش اللي يخلي بشك الطائف كانت بكثرة ومستمرة؟ بالنسبة للطائف، أول ما يكون الطائف بالنسبة للجو وبالنسبة للمجتمع يساعد، أكيد الجو يساعد مما لا شك فيه. ثاني ما يكون الشتاء بيلم الناس، نحن عندنا موسمين، موسم الصيف وموسم الشتاء. موسم الشتاء هنا لما يجي البرد ويزداد البرد الناس كلها تتآلف مع بعض، هذا الصيف يجي تقريبا يفرق الناس ويباعد بينهم اللي يسافر اللي يروح اللي يطلع اللي ينزل وهكذا. لكن الشتاء هو اللي دائما يجمع أهل الطائف، وتلاقي بشكل الطائف كلهم مميزة ويجتمعوا دائما، ولو خصصوا لهم ليله في الاسبوع لازم يكون في ليله سليق. أيه. وبقيه الليالي لا اجتماع بس على ورقه او على ضمنه او على كمكانه او على نادر الالعاب الشعبيه. في الصيف برضو الصيف تزداد البشك،
بشك الطائف تزداد، علاوه على بشك الطائف يجوا بشك مكه ويجوا بشك هنا جدا. عندهم بشك هنا عندهم حتى اهل الرياض كمان إيه؟ هذا إيه؟ حتى اهل الرياض لهم يعني حاره خاصه بهم هنا في عروق الطائف، فتكثر البشك في الطائف، فتكثر البشك في الطائف الجو يساعد. ولكن في نقطه مهمه غير البشك الناس ما ماخذين بالهم منها، الخرجات لما كانوا الناس يقوموا في في في, في الخرجات. نحن الان نعيش في جو اجواء الورديه، اجواء الورديه هذه لما تجي عندك انت بساتين الطائف بعد الخريف يبدا الزرع بينبت، ولما نطلع الزرع بينبت بالضبط يزهر، وريحه البنه حقت الشجر شيء يعني خرافي. وثاني ما يكون هو موسم الورد، الناس في هذه الورديه لازم تطلع تاخذ لها يومين ثلاثه، يكون خف البرد، يكون خف البرد وانكسر البرد. وثاني ما يكون انت عندك، شوف عندك المثناء الحاله في عندك الشريعه والزهور والدمانيه تقريبا حوالي لا يقل عن حوالي 20 بستان يطلعوا فيها للطائف، غير الهدى، غير وادي ليا، غير وفي ناس لا يحب البرانه اللي هم اللي يحب البر اكثر شيء، اللي يكون ما فيها بساتين عندك الحويه وعندك السيل والقديره، هي هذه القديره مرحاب ومرحاب، لكن اكثر شيء الناس تحب البساتين في هذا الموسم. يجي كمان الصيف، كمان تيجي خرجات الصيف عندك الرقاب، عندك اهل مكه، اهل مكه يروحوا في البساتين ويطلعوا معاهم على الطائف، يعني كلهم يستاجروا وياخذوا، احيانا ياخذوا بالعشره الخرفان وبعد بالعشره الايام. ايوه يعني مجتمع طائفي متالف. بعد أنا يعني كانوا اهل مكه كمان لما يجوا كانوا يحيي حقيقه الطائف، هم اكثر ناس يعني كانوا مصيفين في العهد القديم. الان ما شاء الله تبارك الله صاروا من جميع انحاء المملكه، من الجنوب ومن الشمال، والطرقات اتفتحت والناس تحسنت احوالها وصارت يعني السفر عليها صار سهل، ما عاد هو صعب. البشك الان بكثره ولا في الطائف ما عاد هي بالحجم الاولاني انا شايف، لكن برضه لا يزال ترى يعني الشباب موجودين، استراحات يستاجروا بالضبط، استراحات موجوده والله يمكن كمان والله اكثر من ليه، لانه نحن يعني انا بما اني لي الان فتره طويله في جده، فبالتالي يعني ما عاد لي يعني اطلاع مباشر على انا اعرف بشكتي هذه اللي انا جيها اللي انا اسست فيها، اسسناها من اول ما اسسناها من اول بعد ما جيت من امريكا، انا كان عام 1401 الى اليوم هي مستمره، وكان قبلها برضو كمان في وفي بشك في الطائف كمان كانت قديمه، بشكت الاستاذ نايف العصيمي، بشكت حسين منصوري، بشكت يعني كثير بشك في الطائف والحمد لله. والبشك ايش يعني ايش اللي يطلع منه الواحد، ايش يستفيد يعني ايش؟ والله والله عده فوائد. اول ما يكون الانسان يتلاقح افكار مع الناس وتناقل اخبار وروايات وحواديت، وعلى قول باختصار شديد توسيعة صدر، تتسلى وتجي وتلعب ورقة مع ناس تحبهم ويحبوك، وبينك وبينهم واجب، وبينهم إذا غبت عنهم افتقدوك، إذا جيتهم اكرموك، وهكذا. ولقمة حلوة وحتى مو شرط كمان، أحيانا كمان أكلات شعبية يسوى، مو شرط دائما على خروف ولا على سليم، أحيانا أكلات شعبية يسوى من حقة الطائفة القديمة على فتت هوا يسووها، احيانا يسووها، احيانا رز وعدس اذا ايام المطر يسووا رز وعدس، حتى نحن ما نعرف السمك يسووا رز وعدس مع التمر، مع التمر. الله يعطيك العافيه، الله يسلمك. هذا من القدوم المؤسسين الاستاذ عبد العزيز الاولو جمال كمال، من المؤسسين الله بخير استاذ عبد العزيز، شكرا الله بالرضا والسرور. يقول لي الاستاذ عبد الاله انتم بشكتكم من ايام حرت اسفل كانت، اعطينا كذا فكره عنها. والله البشكة كانت يعني تضم ناس كلهم، ناس محترمين وناس يعني من نفس أبناء أهل أسفل أكثر الحارة يعني الجيران، ولكن في ناس من برا من غير أسفل أحبه كثير من وراء، ما عندنا هناك اسمها بشكة، البشكة ما تخص لا الحارة ولا شيء. أيوه، وبعد ذكر وأغلبكم سنكم قريب من بعض. أيوة قريبين من بعض، قريبين من أيام يعني أندار بعض. بشكة كبيرة كان على رأسها عبد العزيز بن سعد، سليمان بن سعد، الأستاذ عبد الله رشود، بشكة قديش كثير جمال كمال، هذول البشكة القدم اللي كانوا ذا من أيام كنا ورا قهوة عم عمر يماني. كانت البشكة هناك وخذنا فيها سنين، ومن مميزات هذه البشكة إنه كل ليلة الثلاثاء السليق الطائفي، هذا ما يحتاج، هي الأكلة الرئيسية وكانوا يعني يتناوبوا على الطبخ كذا، فمن أشهر ما كان إنه يطبخ العميد عبد العزيز قطان والله يذكره بالخير، عبد الله بن سعد، احيان عبد العزيز، احيان كانوا الاكبر في الاكبر اللي بعده. كم كانت الاستاذ عبد العزيز وقتها الذبيحه يعني بذيك الايام يوم تشتغل والله بالباي؟
من ايام تقريبا 170 200 170 200 ايوه احنا لحقنا كمان قبل كذا 70 80 وكنا ندر القديره ايوه انا وعبد الله بن حريب وفهد مغربي وعدو البشكد كله وجينا الرده صرنا لا والله يذكره بالخير محمد علي عتيق الله يرحمه كمان اقول الله يرحمه ويسكن عوام وصل لنا الكهرباء وكان لنا مركز خاص جمع خاصة في الردة كثير ناس يجونا وكذا طيب في سألت الأستاذ عبد العزيز عبد الإله عن انتقال البشكلين قال لي نقلنا هنا وكم قعدنا هنا وبيت الحدائق بس أنا بسألك أسئلة مختلفة البشك كثير أيوه. وتنفتح كثير أيوه. بس استمرارها أيوه. ليش تستمر يعني بعضها تتفركش أيوه. إيش الأسس اللي تجعل البشكة تستمر أول ما في الأول أول حاجة من الأسس هذه إنه ما في لا نقل كلام أيوه. أولا اللي يصير في البشكة خلاص أيوه. واثنين يتحملوا البعض وما يحبوا إنهم يضيعوا الصداقة دي كلها ويهدموها في 10 دقائق أيوه. كان كل واحد يحب حتى لو زعل وماذا بعد يومين كذا المياه اللي ما جراها ما هو زي دحين الله يصلحهم الواحد عند كلمة سنتين يقاطعك ثلاث هنا ما فيش وما في بعدين ترى بينك بعصام ما هو بيني الحكاية إنه أسفل فوق كذا لا بشكة اسمها بشكة أيه. شايف كيف؟ أيه. وكلهم سواسية وكلهم رفاق وكلهم واللي يغيب يتأخر يمرض يروح نسألوا عنه ضروري ضروري واللي يصير له أزمة كذا يدوروا له بحماية بشكة نظامها نظام فهذا من يعني مقوماتها هذا أيه. يتحملوا بعض يصبروا على بعض شايف؟ ودائما يعني تلاقيهم على قول ذاك يسألوا فين فلان ما جاء فين كذا فين فلذلك البشكة إيش؟ كل بشكة صلاة العزيز كل بشكة لها وهج إلا فترات خلال السنة أيوة. متى كان وهج البشكة؟ وهج هل البشكة في الصيف في الشتاء؟ أكثر شيء في الشتاء ليش؟ أكثر شيء في الشتاء لأنه تعرف البرد يجمعهم كنا. وكلهم يدوروا السليق يعني السليق الطائفي أكثر الصيف اللي سافروا الصيف اللي سافروا اللي كذا ولا عنده أهله ولا يا هلا شوف القمر هذا شوف القمر ذا اللي مغيب من زمان الدنيا مساك الله بالخير الله يمسيك بالخير كيف حالك أنت من المؤسسين للبشكة الله يعطيك بداياتها وسلمك على خدماتك الطيبة بشكتكم هذه يعني كان عندك بشك أخرى معاها ولا هي هذه البشكة؟ لا لا هي ما عندك بشكة ثانية؟ لا لا ما في من يوم أسسوها؟ لا من يوم تأسست ما يعني أنت عضو بس في هذه البشكة؟ كان عندي بشكة في مكة ها؟ كان عندي بشكة في مكة أيوه؟ وبشكة في جدة أيوه؟ يوم كنت أشتغل في جدة كان عندي بشكة في جدة أيوه؟ وبشكة في مكة بس في الطائف هذه؟ وفي الطائف هذه أيوه؟ نعم هي هذه البشكة الآن في بشكة ثانية نروح لها أحيان اللي هي حقت أبو عصام عبد العزيز الصيني ايه يجي عنده ان اخ سعود بن حريب وفهد وعم نايف الرئيس كنت تروحون لا نايف بس في نادر مناسبات نادر مناسبات هذا اما هنا جلستكم الرئيسيه بالبشكه هذه ايه البشكه هذه ايش تضيف لكم البشكه هذه يعني ايش اضافت لكم ايش اضافت لكم بحياتكم اضافت لنا المتعه طبعا هذا الواحد للوقت متعة الوقت في الليل الواحد يعني يكون عليه الليل يطلع يتسلم يجتمع يتسلم مع زملاء مع أصحابه القدم اللي نشأ معاهم وعاش معاهم وهذا هذا الحقيقة أيه. هذا الحقيقة يعني أحسن شيء في هذا المواصلة الطيبة يعني بين الأصدقاء ولا أخويا حقينا أصدقائنا أصحابنا في الأعضاء البشكة نعم أعضاء البشكة والحمد لله وهذه قديمة البشكة يعني ما هي جديدة هذا الحين 50 سنة بكرة. هنا الأستاذ يحيى بن حسن صيرمي أخو علي حسن صيرفي اللي هو مؤسس مباحث المملكة حنشوف معاه الحين وأبوه من المعلمين يعني من المربين الأفاضل في مستوى الطائف في تأسيس المدرسة السعودية وش كنت ناخذ منه الحين كلمة عليه الله يعطيك العافية أنت يحيى بن حاشد محمد صيرفي الوالد كان
ايش كان في التعليم؟ مدير مركز العجوزيه والسعوديه. والسعوديه بدايات تاسيسها؟ اول ما اسس العجوزيه والسعوديه الوالد اسسها عهد الملك عبد العزيز. يوم كانت فين؟ كانت باب الرياض. واستمر فيها؟ استمر لين اتقاعد. واخوك عم علي صيرفي؟ اخوي عادي حسن. ايش هو بدا بالشرطه وبعدين بدا بالشرطه والتحقيقات صار مدير عام المباحث بعدين نقل المنطقه. اول مدير عام المباحث هو؟ اول ما اسس المباحث هو عام 1386 هجريه. وانت عضو في البشكه هذه؟ عضو في البشكه. طبعا انت قلت لي كان في بشكه ثانيه. عادي كانت بشكه المفتي عادي محمد مفتي. إيه؟ عادي حسن مفتي. كنت بشكتكم هناك؟ إيه؟ كم سنه كنتوا مع بعض؟ انا لي معاهم هناك 25 سنه. هناك؟ هناك. مع علي مفتي. انبطت البشكه الحين. كيف في البستان؟ في البستان كانت ها؟ كانت في البستان اول شيء. جيت قهوه شهر. قلبها ايه لاجلنا جيت اخر شيء حلاوه الحياه. ايه الله يعطيك العافيه وبارك فيك. ما شاء الله. يلا عزيز اللي قلتها هذه مين اللي يقولها؟ الشاعر امي يقول. ايوه عبد الرحمن بن شليان القرشي. ايه ما يقرا ولا يكتب؟ ما يقرا ولا يكتب. رجل شاعر مواقف على طول. ايه قالوا له ناس الحوا عليه اللي ينزل معاهم جده على اساس السمك ما سمك. قال يا ناس عفوني من السمك نزلت جده مشتهي الحوت 20 حبه ما تكفيني وكلت حبه وبغيت اموت واطلب من الرب يعافيني. يا ربي والله لا عاد يبغى حوت ولا عاد سلام سلام. هي تغنى لي اشعار؟ تغنى لي اشعار؟ هو ايوه قال ابو راحم بقى عقله يطير. قد غنى له من اشعار واغنيه. هي قال ابو راحم بقى عقله يطير من يوم شاف البيض في خان الوزير اقبل وقفه ولا رد السلام. هذه اتغنت زمان يعني؟ ايوه زمان. ولا يقرا ولا يكتب؟ ما يقرا ولا يكتب. أيوة. شاعر مواقف مره شاعر مواقف. الله يرحمه. لا هو اخوه عابد؟ لا ولد اخوه. ولد اخوه. ولد اخوه عابد. اخوه اخو عبد الرحمن؟ عبد الله يعرفه. اسوي الجدول الاثنينيه. ايش للبشكه؟ ايوه البشكه دوريه. ايوه ايش تسوي يعني؟ اسوي جدول عشان اليوم. أيوه. اليوم العشاء على عبد الاله. ايوه بكره على الاسبوع الجاي على يحيى الصيري. ايوه وهكذا جمال كمال ترتبها. اي انا مسؤول عنها. ايه مرتبها. شوف الجدول. ايه شغل مرتب. شغل مرتب. اي متى بدات هي؟ بدات تقريبا من 50 سنه. ايه اول ما بدات في السينمانيه قبل لا تنهد. في بيوت اليماني. ايه عدنا ننهدت السينمانيه. بعد ما انهدت السينمانيه نقلنا عند في السوق جهه محمد حدادي. ايه بعدنا حوالي كمان يمكن 8 أو 9 سنين بعدين نقلنا على بيت أحمد دعو هذا اللي هنا اللي ورا بيت سنجر. ايه جلسنا فيه كمان يمكن 5-6 سنين. أشكر يا شيخ. 5-6 سنين. لا بعدين نقلنا في الجهة المقابلة. ايه حقت واحد من عيال مكة عن طريق مأمون الزواوي. ايه وجلسنا فيه كمان 10 سنوات بعدين طلب مننا الإخلاء ونقلنا هنا في هذا المحل تبع بيت البوغري وكيل وكان الله يرحمه سعيد بافي ولنا فيه تقريبا 15 سنة. بس هذا علمي سلامته. يجوكم يعني كان عندكم بشك أخرى ولا؟ لا تقريبا الأعضاء هذا في ناس جدد. لا أنتوا كان يعني أنتوا كأعضاء هنا عندكم بشك أخرى ولا هذه البشكة الرئيسية؟ لا ما نروح هذه بشك إذا جاءتنا عزيمة ولا شيء. لكن ما هنا دائما ملتقاكم هنا. أي شيء جينا هنا أي عزيمة زواج معلقة هنا في لوحة الإعلانات. إيه. زي كذا في ناس جدد جونا إحنا كثرهم الحين 50% جدد. زي سعود بن حليب هذا ما تعرفه. زي الجعيد ما تعرفه. إيه. علي عبود تعرفه بس هو كان في جدة ونقل جار هنا الحين الصيرة في جديد. بس يجون ضيوف أحيانا. الله يعطيك. يا طوارق لا تغايبنا ترى فرحتي باليوم ثنتين فرحة لي أجيتك البشكة وفرحة لي شفناك بالعين. رجال عندك مسلاك وبداكم 9 ملايين حتى طويرق وديرتهم ومجمهم وشرقوا الشام.